السلام عليكم، إن شاء الله راح نحل هذا السؤال. هذا السؤال كثير سهل، ما في أي زك صراحة، بس من الأسئلة المهمة يعني المتوقعة. بيقول لي two wires AC and BC are tied at C with revolves at constant speed، السرعة ثابتة، يعني ما في عندي AT. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف إنه دائما الحركة الدائرية عندي مثلا واحد باتجاه المركز وواحد عمودي عليه، تمام؟ فبالتالي AT هي دائما نفس التسارع اللي كنا ندرسه بشابتر 11، فبالتالي اي تي صفر، والاي ان اللي هي ام في تربيع، اللي هي في تربيع على ار، تمام. اي تي صفر لانه كونستنت سبيد، تمام، ما لناش بالشغل هذا. بيقول لي ديترمان ذا رينج اوف فاليو اوف في لحتى يظل البوث واير ريمين تو، تمام. بكل بساطة انا عندي حبلين اي سي وبي سي، بيقول لي اوجد هذول بحيث يكون توت. طيب سهل جدا جدا جدا، هاي الدائرة، في عندي قوة تنشن بهذا الاتجاه، قوة تنشن ثاني باتجاه هذا، يقول لك هاي محور اكس. طيب التنشن هذا اللي اسمه بي سي بيعمل لي زاوية 45 مع الواي، فبالتالي بيعمل لي مع الاكس 45، وهذا محور اي سي زاوية اي سي بتعمل لي مع الواي 30، فبتعمل لي مع الاكس 60، تمام. وعندي هون الوزن، طيب ما عندي نورمال فورسون. طيب هاي شو بدها تساوي؟ بدها تساوي تسارع مركز باتجاه المركز، هاي الدائرة بتلف هيك، فوين مركزها؟ هيو ام ايه ان. يلا بحلل، باجي بحكي بكل بساطة سيجما اف واي بتساوي صفر، سام اوف اف واي بتساوي صفر، فبالتالي بقدر احكي انه اي سي ساين 60 زائد بي سي ساين 45 بتساوي الوزن، واللي هي ام في جي. نقول لي تمام، هاي معادلة بمجهول، مجهولين، سم اوف اف اكس، سم اوف اف اكس بتساوي فارق التسارع اليسار فهو سالب ام اي ان. نقول لي تمام، يقول لك يلا شوف مجموع قوى الاكس، واللي هي سالب اي سي كوساين 60 سالب بي سي كوساين 45 يساوي سالب ام في تربيع على ار اللي هو الراديوس، والراديوس معطيني اياه 1.6. طيب تقول لي تمام، شو استفدت من هذا الشيء؟ بقول لك تمام، هو بده قيم السرعات بحيث يكون توت. طيب شو يعني معنى هذا الحكي؟ انه انا بعوض مرة اي سي صفر وبطلع قيمة سرعة، وبعوض مرة بي سي صفر وبطلع قيمة سرعة. تقول لي كيف يعني؟ بقول لك تمام، أنا المعادلة هاي هي اللي بدي أكتبها، بدي أحطها باللون الأسود، هاي لو عوضت مرة اي سي صفر، تمام، بطلع علاقة بين البي سي والام في جي، ولو عوضت مرة اي سي صفر بطلع علاقة بين البي سي والام في جي، وبعوض الرقم اللي بيطلع معي بالمعادلة الثانية، فبقدر أحسب السرعة. يلا خلينا نشوف حل الكتاب، أنا هذا بس شرحت الفكرة، ونشوف حل الكتاب بشكل سريع. نيجي لهم شو بيحكي لي؟ بيقول لي سيجما اف اكس بتساوي تي اي سي ساين 30، اللي انا احنا حطينا كوساين 60، فاكيد كوساين 60 نفسه ساين 30، زائد تي بي سي ساين 45 تساوي ام في تربيع على رو. بتقول لي تمام، وسيجما اف واي بنفس الطريقة، فعمل علاقة، هي هذا الاشي ما له داعي اللي يعمله، ده بالنهاية بتقدر تحل كل اشي على الآلة حاسبة. رتب المعادلة بحيث انه في تربيع على رو في جي في جهة، واللي هي ام في جي، ام في جي شوي هو عمل اشي ما له داعي. هو عوض معادلتين ببعض، عوض معادلتين ببعض، يعني طلع اشي اسمه تي اي سي ساين 30 زائد تي بي سي ساين 45 بيساوي ام في تربيع على رو، فعمل هذا الاشي. هو رتب معادله، انت مالك بالمعادلات، احنا شو بقول لك؟ بقول لك لما احنا اي سي صفر بطلع قيمه للسرعه، وانا بعوض هاي رو في جي في تان 45 اللي هي من هون. يعني هو حل معادلات، حل معادلات بطريقه زنخه. يعني انا لو بدي ارجع على شرحي اللي انا شرحته افضل، كيف يعني عوض؟ هيو بدنا زي ما هو عامل، عوض اي سي صفر، عوض اي سي صفر، فبالتالي بيطلع عندي ام في جي. طبعا الام راح يعني راح تكون الفي، هتكون الفي بدلالة ام، لا معطيني ام 5 كيلو جرام بالمسألة هي. طيب فبالتالي بدي احكي الجواب، الجواب اللي هي السرعة، انا لما اعوض اي سي صفر بطلع انه بي سي بتساوي كذا ام في جي،
هيا على لي حاسبة كالكوليتر، بعمل أنا الأم في جي اللي هي 5.9.81، تمام، بقسمها على ساين، أنا هسه المشكلة برش الساين 45 هي تقريبا 0.707، تقريبا هاي الساين 45، فبتطلع معي مين هاي؟ هاي البي سي، هاي مين؟ البي سي، كم طلعت معي؟ هلا معوضت انا اي سي صفر، طلعت معي البي سي 69.377، تمام. هسه برجع بعوضها بالمعادله اللي تحت، بقول بي سي كوساين ال 45 بتساوي ام في تربيع على ار. يلا طبعا بي سي كوساين ال 45 بتعطيني 49.05، بتساوي ام في تربيع على ار 5 ضرب في تربيع على ار، كم الار اللي هو 1.6 مش 1.7، فكم الفي بدها تطلع؟ هيو على الآلة حاسبة نفس الطريقة، بحكي 49.05 اللي هي ضرب 1.6 تقسيم 5 15.69، هاي في تربيع، كم جذرها؟ 3.96. هيو تمام، هاي لما عوضت انه اي سي صفر بالطريقه، وبعوض بنفس الطريقه بي سي صفر وبحل، بتطلع معي 3.01، فبالتالي رينج السرعه بيكون بين 3.01 3.96. هيك لما انا يكون عندي التنشن صفر واللي هي ريمين توت. طيب فهذا هو شرح هذا السؤال. في سؤال ثاني زيه نفس الطريقه، بس قال لك انه التنشن مش توت، قال لك التنشن 60، فبتعوض مره 60 بالحبل الاول ومره 60 بالحبل الثاني وبس. يعطيكم العافيه.